هي هذه أول مسابقة تاعنا ننظمها باسم النادي تاعنا إيكوزيوم للصيد الرياضي. درنا هنا في شواطئ بومرداس واسمها بواسون دور، وفيها متسابقين من كل ولايات الوطن. جوائز قيمة درونومي مونديال، راه كاين فيها علامة معترف بها دوليا وإيطالية. لا فالور راهي تبدا من 14 مليون حتى ل 2 ملايين، وعندنا باذن الله دي فوسمو 20 بونديوم. وكاين عباك راهو كاين نقص في المسابقات هذه، باسكو حنايا الرياضه تاعنا ما عندناش فيدراليه، ما عندناش حاجه اللي تشابوتي هذه الرياضه. حنا نعتبر اول نادي رياضي في هذه الرياضه السيرف كاسينغ اللي اسس في الجزائر العاصمه. يعني تقريب صيادين من بعضهم يكونوا كامل حاضرين هنا من كامل الولايات باش نجتمعوا باش نكونوا كامل كإخوة في هذه المنافسات. هذه تبدا هي دائما تبدا شغف ومن بعد تولي رياضه، وحنا ماذا بينا نزيدوا نطوروا منها. يعني دوك حتى كي تشوف التقنيات اللي راهم يستعملوها الصيادين، يعني تقنيات اللي راهي كل خطره تزيد تتطور حتى يكون عندهم اكبر سمكه. احنا دائما نقولوا اكبر سمكه لانه اسمها سمكه ذهبيه. عندي 8 سنين وانا شارك في المنافسه الثانيه الدوليه، شاركنا في ايطاليا، شاركنا في تونس، شاركنا في اسبانيا. انا عندي نادي في اسبانيا، يعني اسم تاعو الكلوب يعني هو رادادا. عندي 3 سنين وانا معاهم، يعني رانا ندمجوا، يعني رانا نشاركوا، يعني رانا زعما عندنا كيما يقولوا عندنا الحماس هذاك. عندنا حماس، يعني كيف شغل السيادة هذه دخلها في القلب، ما نقدروش نتخلوا منها.